جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل هنا نام بين الأنام لنحيا جميعا في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله وقال تعالى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا أليما أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا وقال عليه الصلاة والسلام إني لا أدري قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى هذا المحدث كله إن سوى فجلي إن صلاة المغرب جماعة كتكنا فدقنا إله وإن سوى فجلي وأن عمد إلهي إن كشر من الواجب هو يعني مساجد عد ولي أم فريسته عد إلهي جعله فريسته هكذا إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام حدي الله كل أن تانوض أرتان فرق المساجد اللازمي إيمانك أو مرخاتك إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مساجد عدو لي وما فريستي من إله إلا كل كيس الرجينية وإله أمر كيس قاتي وطريق النبي عليه الصلاة والسلام وقلبي كيس إيمان كجرون با مساجد فريستي من إله إلي مركا وجد دا نفو فريستي وجد كلماها وحان سكبر أرجنين أوامر تيلاهي شرفت أنه هالكي تالله هالكي بين كجرتا الدويدن وجددن ونوكين محي تهي وحالي رغفك بن آدنكو صدح الرموض هذي وكل ساري وايو وكل عداني ويدو مخلوقاتك وكل ليتا بني وغفك بهاينك وكل ليتا وفادو قرن وايا حق وكي مدي وحالي وحو قيمة كفر يما جرتو حق الله سعود هدو قرن وايو وحالي وحو قيمة ليه مجرتو يو جددي الدويد الله كان يحدو فهمي وايو محال لغا أبوري حقيبات كتمدي حقيبات الصعطاء أجويد المحاصر لغوكني يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب وقسمت رزقك فلا تتعب فاطلبني تجدني إن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء يا ابن آدم هنا آذن وضو إلى هيكو لحديث القدس أنيقا كو أبورتي وعينا لعبدان كو أبورتي هعيار أرزاق بادنا وانكو قيبية هزدال فطلبني أنيقا إرادي وادها ليساي إن وجدتني حداد أنيقا هشيب إلهي وحوالي بواد هشي
haddaan aniga weydiinse wax waliba waad weydiin. Adduunka oo dhan haddii keligaa lagu siiyo oo nabi ilaahay cilaaqaad la lahayn, adduunkaas waxba ku tari maayo. adduunyada ninka u fakirsan haddii aad tahay, walaakiin aad ilaahay cilaaqaad la yeelato oo dariiqii nebiga aad marto calayhi salaatu wasalaam, adduunyadii aakhira adigaa ku liigaanaya. cabdii uriidu waana uriidu, laa yakuunu ilaa maa uriidu, in adactanii fii maa uriidu aataytuka maa turiid, wain casaytanii fii maa uriidu atcabtuka maa turiid, suma laa yakuunu laka ilaa maa uriid. ilaahay sidaasuu leeyahay xadiis alqudsi, addoonkaygayow adiguna sibaa doonaysaa, aniguna sibaan doonayaa, sidaad arrintu doonaysa noqonay mayse, sidaan doonay noqonaysaa, buu ilaahay yidhi caza wajal. in aactanii fii maa uriid, haddaad aniga yaa deecdo ood amarka iga qaadato sidaa doonaysana anigaa ku yeelaya. nabadgelyaa doonaysaa, nabadgelya waa ku siinayaa. walaaltinimaa doonaysaa, khalqi oo dhan baan qulubta jacayle ku gelinayaa. barwaaqaa doonaysaa, barwaaqadii anigaa ku siinayaa. barakaad baa doonaysaa, barakaadkii anigaa ku siinayaa. sharaf baa doonaysaa, sharaftii anigaa ku siinayaa. guul baa doonaysaa, guushiina anigaa ku siinayaa. gargaar baa doonaysaa, gargaarkii waa adiga helaysaa. inaad kula mac noqdaa doonaysaa, maciyadiina waa kula dul taaganahay. waa goorma weeyaan in adactanii fii maa uriid, sidaan doonayo haddaad igu adeecdo, buu ilaahay yidhi addoonkaygiyo ood amarka iga qaadato oo dariiqa nebiga aad soo marto calayhi salaatu wasalaam oo diinta aad ku camal fasho, waxa le waxaad doonayso anaa kula dul taagan, buu ilaahay yidhi. waa in casaytanii fii maa uriid, laakiin digsoonow, sidaan doonayo haddaad yeeli weydo, haddaad diintaa sidaan u soo dejiya aad u qaadan weydo, ood hawadaada ku socoto, oo dariiqa nebiga mar weydo calayhi salaatu wasalaam, adduunyadan iyo aakhira dhibaataad mudanaysaa, dhibaato waad daalaysaa, tacab baad mudanaysaa, waxaad doonaysaa heli maysid, muraadkaaga heli maysid, daal baad ku jiraysaa adduunka, dhib iyo rafaad, aakhirana dhibaataa ku dambaysaa. waman acrada can dikrii faina lahu maciishata danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tufa wakadalika najzi man asrafa walam yu'min biaayaatina walacdaabu laakhirati ashaddu waabqa. man acrada can dikrii, ilaahay wuxuu leeyay ninka diintaydaa ka jeesaa, amarkayga ka jeesaa, aniga cilaaqaad la yeelan waaya, muxamed calayhi salaatu wasalaam dariiqiisa soo mari waaya, adduunka wuxuu doonaya hadduu haysta maaliyad, waxaan ku noolaynaynaa nolol cidhiidhiya. go-aanka ilaahay baa go-aamiyey, faysalo rabbaani weeya, maaha ra'yi, falsafana maaha. ninka adduunka ugu maaliyad badan haddii iimaan iyo taqwad iyo camal saalixa uu rabbilcizaha cilaaqaad la yeelan waayo, adduunyadana cidhiidhi iyo diiq iyo dhib buu ku noolaanaya, aakhirna dhibaata u dambaysa, walciyaadu billaah. ilaahay nagama yalaamindhaad olaalya. wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa, adduunyada cidhiidhi baa ku noolaynaynaa, aakhirana maxaa u taallaa? isagoo indhalaa soo saaraynaa, buu ilaahay yidhi. isagoo indhala. wanaxshuruhum yowma alqiyaamati calaa wujuuhihim cumyan wasumman wabukma maawaahum jahannam kulamaa khabat zidnaahum saciira. dadka munaafiqiinta iyo mujrimiinta qiyaamaha waxaan soo saaray, nabi ilaahay yidhi, iyagoo wejiga ku socda wejiga. yaa rasuul allaahi baa lagu yidhi, sidee dadku wejiga ugu soconayaan? wuxuu yidhi, kii lugaha ku socodsiiyey baa wejiga ku socodsiiyey qiyaamaha. laa ilaaha ila allaahu muxamadun rasuulullah, rabbulcizaa ku socosinaya, keligiibu waa khaaliq weeyaan, siduu doonu yeelaya. laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun, wuxuu doono hadduu sameeyo cidka dad hadlaysa isagana jirto. wahum ay aljinni waalins, jinkii insugu haddii amarka ilaahay ka beedhaan waa la su'aaliyo, ciqaab baa ku dambaysa, dhibaataa ku dambaysa haddaad amarka ilaahay jeebisa adigu. laakiin isagu waa facaalu limaa yuriid, siduu doonu yeelaya. dul carshi lmajiid, carshi buu saxiib u yahay, waa rabbulcize weeyaan, caalamkan oo dhan keligii buu abuuray, keligii. biduuni an yastaciina bimalakin muqarabin walaa binabiyin mursal, markuu adduunkan samaynayay malagna lamu tusan, mursal lasoo dirana ra'yi ilaahay mu weydiinin. huwa aladii yusawirukum fi larxaami kayfa yashaa badiicu samaawaati walardi huwa alkhaaliq huwa almusawir, ka wax sawir waa isaga weeyaan. halkaasuu ilaahay nagu soo dhamaystiray calooshoohideen, siduu doonu yeelaya. kaa madax ka lugaha ku socosiiyey ayaa qiyaamaha madaxa ku socosiiyey, buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam.
سوو ان دلالا سو ساريا قال رب لما حشرتني يا اعمى مركز وابدون كورنيا اله ومحال ان دلالي سو سارتي وان ان دقبا دويدي وقد كنت بصيرا من ريهي قال انا هايو ان دقبا يا انا هايو مال قبين انا هايو من لقدم بيا انا هايو قب قبل انا هاي يا رب ان دلالا انتني واسدي كذلك اتتك اياتنا قران كي وعد بكوي من دي خير قال لغو دي يدي بعدي بكوتي من دي رسوشي بكوتي من دي شرعي قبا لغو شيقي فنسيتها واتكجي ستواد اللو دي واتكبرتي وكذلك اليوم توسع انكنا مات الرحمة دي وكالت جيسن صدع دون بيال تركان هكو انفعوا ايام لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله والامر يومئذ لله نعم نوحكو ترمي مالنتاس لكن محال الاربع انتنا هلك الجلطة امر الهي قادو دينتك عمل فل الهي علاقة الله يلو استقلت الله وديبو مخلوق يأدويد كل الله دوح عدو اركسا اني وحنا انفعي كريم وحنا دباتين كريم الا امر يسمهن يخينت الله انه ارساكو الله انه ودسي يخينت سابقا عالم كان عالم كان ماها وحا ادويد الله كان انا دلاهي رالي جلسو ادويد اني ابتلاء ما كنو الله ابتلاء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم الدين ودار الابتلاء والله ويغيا والله امتحاميا إن الإله ثلاث سارته إن المخلوق ثلاث سارته الله ويغيا إن الإله كعب صوته إن المخلوق كعب صوته الله ويغيا إن قلب جعل الإله جلسه إن المخلوق جعل جلسه الله ويغيا قلبك وابتلاء والله ويغيا تجربة الله غادية صدى الله يعلم ما يجنة والله مجربة يا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون من الله دين يا إيمان قرية الله ديك الشيكين يا نيا وانجربة إنا بلاي بطوان امتحامنا نصيب أنو كانينا دبات أنو كانينا أولاد بانو كانينا دغالا كان ناقصينا ترابض أقول بميت قارينا إيا كان حنونو كانينا وعاصر دوام حيوين وابتلاء والله يجي يعني مؤمن هي يعني مؤمن كامل هاي بالله يا مؤمنين كاملين الإيمان الله نقدر دار الابتلاء ما كوجنا واختبار بنا رقيق هذا يا امتحان بالقوة جدا هذا امتحان كان مالك الله شيء يا مالك قيامة الله شيء يا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت الغادية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية كتاب مالك قيامها ملك الله سيئه إلى هيدي فرحت بو خلقك ميدانك قيامها تاقن أي الله سوى دلما ريا يسوى فرحة يا وعليه ما أنت يتعانك عن وان هلي وان دولي سي جنة يان هلي رلي إلهي وعي واجبي امتحانك وكسر بحي كتابك إيقا وكاس الشهيد هي أخري عنيقا فأما من أوتي كتاب بشماله فقعدت بلقصي وإلهي نقم يلي وعليه يا ليتني لم أوت كتابي وبحال لي سيني كريم يا ليتها كانت الغادية ويميت صوتي واحتقي هاي ما تنميز سيدي الله ودافع ما أغنى عني مالية هدو مال قبينها وأدوية دمور دي وحولي مالكي سوك يدقين ما مالكي بايد دقي هلك عني سلطانية هدو ملح تويد دون هنا ملح تويد يواتا يدقتين ما بولي هاي عدنا ودفاع عميسة مالين تاس وسعنانانا يا عنان تاسي وحبو ترميسو يا عالم كان وحنا نوكيني إنان سايقا دنوويان دارتيني ماها الناس النيام وإذا ما تنتبه دت وي هردان بالليلي مركا دنتان هرددا ويكك عيان واحد دد ما انت الدنجا كنا على دوي هردان غور مي برارو غيان مر اللي مركا نفتو اي كاب حدو يا قبر يصدع لقود ديغو اي قفك برارو غيا عبدي الهي بارني ادون كيغيو غسلوكا ريتولكا ويكو صوم ميدين وكفنوكا كفن ويكوسو حدحرين ودفنوك في التراب عيدا ويكوسو آسين لو ظلوا معك ما نفعوك هدي كل السوق قليل هاي قبر ينكو ما ينفعين قبكي أدونك ودن بي عصرك هدي السوق أتاني قبر ينكو كل السوق قلان هاي كما ينفعين ما بقي لك إلا أنا يا عبدي أدونك إيجيو عدك لكو ما عدن إلا أنا قم باكو هلي أجماعة الدنيا من الدنيا جماعتك الدويري ما راه الرسلي من سيدنا كصور رسي الدنك أتركت الدنيا من الدنيا تركتك الدنك ما ليه كي مدين مثل الدنك ما كاتكي تتكوى الله بدا ويا من الدويري كتكي وآخرة دي سيد تكي
وكونك هو جعل عينه آخرة تقو أدوية لك تقو يعني إني أدوية لك تكتي أو يسوق أدوية دور دي قيرد وتمدوه يعني عالم كان عالم كان ماها شرفتي إن أدون كان يشرفتي إن آخر مالك لما تعلو أمر جيس والله غاتو طريق النبي والله مر عليه الصلاة والسلام فأما من ضغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى في ريا قرآنك وكاس الله إنك أنت يا قرآنك قرآنك هو الداعي ما ننقصي هو الداعي قرآنك وقولك إلهي وكلامك إلهي إله واحد كالداعية شقد الدين داعية كشقية إله إلى الدين دي كشقية الله هو الداعي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إله إلى الداعية ودت حاجة جنة ضوية ضيع إله إلى الداعية والنار تكاد دقية إلهي فأمر إلى الداعية كون واغية نحريسي سيء بركات كيس السلاة كل إلهي بكوية ريا سيء كوية ريا إلهي جل جلاله فأما من ضغى نك كبرى أدويغا انتو كنا ولي الدين تدبر كأجيديا وآثر الحياة الدنيا نلوش على الدين كان حقيقة للمودية دمور دبي الهيري فإن الجحيم هي المأوى أبال قسوة جحيم ويعني وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لك إله إلا كون أنجيزة كسيعة بصوضة قيامه في سايقاته إله إلا كون أنجيزة سر جيا نفتي سوى عجعش هنا كربة أبال في سوى جنة بلهي نبي عليه الصلاة والسلام ما لنا أصحاب تقدر دار ما يوحو كيدي يا أبا الدر جدد السفينة فإن البحر عميق يا أبا الدر دون الجديد سوء بدو يقوم دار طوى كلقية واربضع باور ما لقوم ركريا شاية قد بدو محال لقوم تلقى لقوم ركريا باور مسا دياران مسا مركب مركب أدويغ الإيمان يتقوى دي عمل صالح لقوم ركريا بس من كيدا دون كم بلا تقوى دي بلا إيمان باكم نولان وأنني يريد بدا ساكم ريا الله مدعي كريسا ولي غيسا يا أبا الدر دوني ذا جديد سو إيمانك جديد سو تقوى ذا زياد سو بدو وديك لو يكون لي غيسا واكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا الدر سعيد على نزول زياد سو سفر كعب مريس ودوري هاي ورقف آخرتك وصول الله مولي ما ذركين شو قد قالوا لا لا يسفر كل مرة وداري هاي وداري هاي سفر بعيد عالم كان عبدال نحن سنجلت قبرك يا مسلم كجريسا عالم كان الدويدة ما تان كنا الهين نوريري عالم كقبر يا كبرا صديق رضي الله عنه أبو بكر عمر يسوين دو أدو كان جوكي صدح يلي خدم بوها لكن هذا ما يقصن قبرك كجرا كن يافر بغولي زيادو سبب عالم كنا كنا الهين نوريري عالم البرزخ باكا بضن وعي علم الدولة دي ننكا قبرغا مدير كجرة وننكا كجرة أفرتا كنا أصنو ننكا وقو مختير حق عالم البرزخ ايس بدك دك هان قيامي وقو صدعو وننكا كجرة أفرتا كنا أصنو قبرغا نبي عيسى عليه السلام ايا قبور صمري مركا كل سعودي باكور عيسى عليه السلام الى هاي نو ايدي ان دفت قبورها كجرة من نوصن نولا ايو او ريسا عالم البرزخ حالة ديدة عيسى عليه السلام لابا ركعوت كده الى هاي ببريي قبر ومتكسوا بحي مركاسو وريسا عيود انو فوحان هاي زمن كي النبي النوح بان نمتع عليه السلام كي سوا بحي قبر كاشا كان ايا زمن كي النبي النوح بان نمتع عليه السلام الى يومنا هذا السنكرات الموت يسي حانو كسين ايك ما بيحبولي يا شيخ والله والله عيار بكجرنا عيار عيار لعب لا هو بيقنا ندقى يا الدويد وين سهلت يا الدويد مات يا أبا الدر فأكثر الزاد فإن السفر طويل يا أبا الدر صعيدنا الزياد سوء سفر كودير يا هاي وخفف الحمل فإن العقبة كودا عليس كنا يسكيري كابد الله مريا ويأبكت هاي كدرت الله قبع هاي ويأبكت هاي واجد كسرات ويان نيقى ذنوب تبادين جد كسر المري كريم هاي والله ليان هل كان يوامشي إيمانك أي قلبك اللي وصفين الويان ماشي بركة إيوه علوش اللي قد برقيني ماها نبي عليه الصلاة والسلام أبا جحيفة أيام مالينو يمدسوك ودعداعية
oo neefir oo dhayla soo cunay markaa uu nabigu ka yiri اكفف جشاءك عنا يا ابا جحيفه فان اطول الناس شبعا في الدنيا اطولهم جوعا يوم القيامه بكيري وارد على حق المغلى دارو بكيري دا على هذا دتك الدين يقول برك بلني وهو قيامه وقاج بلني دتك الدين يقول برك بلني وهو قيامه وقاج بلني فكان اذا تغدى لا يتعشى واذا تعشى لا يتغدى ابا جحيفه مال انت كذب هدو قضيه معشنين هذو عشان مو قرينين يعني ما أفر إلا ما تجي ساعة حرك مركلي وحوني مركلية النبي عليه الصلاة والسلام ما لنا في مارك عائشة والله وجر عطعون إسا مركاب النبي كير يا عائشة ما تشق كلمة ذي دعوش هذا ما هنا الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب المسرفين يا عائشة لا بجر عن طلع من مالنتي وإسراف إلى هنا مسرفين تمجعلون إن أردت اللحوق به فليكفك من الدنيا كزاد الراكب إياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلقي ثوبا حتى تراقعيه بكير عائشة عائشة هدا دون سنة ذنك قيامها إلى كل أن تقول ما لنقشو إنت ومنك مسافرك وقارن إلا قدويك استعمال نك مسافرك الراشن بل أبو قاتل مسائل وقالي كرو بشيك إن يرو قالي كرو الدوية لسنة نك مسافرك وقد الله لو بنك بكير عائشة dadka tujaarta la aqlayeen hal fadhiisan muuminiinta iyo mutaqiinta la fadhiisan meel waxaan kaaga digayaa Aisha ibn Kaydi dadka tujaarta la aqlayeen meel la fadhiisan fuqarada iyo muslimiinta meel la fadhiiso sabab kaana ha bedelin illa aad rakacada samaynay illa aad ka karato ruqa hada xaalgeena maanta ka warama ayna nahnu min ar-rasuul alayhi salaatu wasalaam nabigii inagu maanta halkeen ka taaganna سيد البشر خلق يكيو كرامة بنا قاربا قولنا يزمك رسولك باس دي برسمة جرين دي يا مسكين مؤلاي مؤوي عرض علي ربي ليجعل لي بضحاء مكة ذهبا فقلت لا يا ربي ولكني أشبع يوما وأجوع يوما فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرت إليك وحمدتك نبي عليه الصلاة والسلام يقول إلهي بريب بندقي دورها مكرك يا لين ذهب لي قد قول فقلت مركزا لله يا ربي ما يقدا يا ربي ما دون يقدا سبب يا الله ما لنا وان قاجونو ما لنت ان قاجودنا وان كبري وان كو تضرعي ما لنا وان درقيو ما لنت ان درقين بيروان كو شكر بكيري صلى الله عليه وسلم كاسكمها سيد البشر خلقك إلهي أبو لك وكرام بضبوها وإنك لعلى خلق عظيم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إن فضله كان عليك كبيرا بيغني لا يبدوش سكوين أتي خلق يكيوك رب النبوها أئمة الإسلام بس متفغل الرنتس سيد البشر عليه الصلاة والسلام سيد الكونين جنجي إنسي سيدها يا مالين قار أصحابك من المال انت فرستان مد بالنبي بو أماني قار با يري أنا قا إبراهيم با يعجبي عليه السلام كوكا لا يري أنا قا موسى يعجبي عليه السلام كوكا لا يري أنا قا سليمان با يعجب قليه كوكا لا يري أنا قا نوحى عجب قليه عيسى عليه السلام مركز النبي كو صوب بحي صلى الله عليه وسلم هو قصر أودو العدي مركز سوري قد سمعت مقالتكم وراهدي إنو دوان مغلي mid walba nabi baa iyo amaano nabi baa cajabiyey nabi walba darajada ay amaantaan u lahaa allah aniga ilaa dhageysta hooyo dhageysta allah waana xabiibul raxmaan walaa fakhr khalqiga ilaahay ku jeclaa baa neefaanay jamaa wama bi ni'mati rabbika fahaddith ni'mati ilaahay ku siiyey ka sheekey baa laga yiri ma maalba ay ni'madaas he diin baa diin ya taqwad iimaan baa la siiyey amal saalix baa la siiyey dambigiisa baa loo dhaafay معصوم بقى لقد دقي سيد بقى لقد دقي رسول بقى لقد دقي نبي بقى لقد دقي عليه الصلاة والسلام جميع الأنبياء جميع المرسلين مركوا إلى الله للنبي والبع نبي كست إلى من يسوق يري يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وقيل يا نوح ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا زكريا إنا نبشرك بغلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس جميع الأنبياء نبي والبي لا يمرك الله لي ما يسوق يري قرآن كما قلت الله يا محمد
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، ضاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قرآنك متى يا محمد؟ وما محمد باكو تعالى، لكن لفظ بواق كما تعالى يا محمد. يا أيها كان الله دريو، كان الله دورت يو، كان الزدوب يو، ياسينو طه، هذه والكرامة ميني تاس، أليس هذه كرامة؟ لكن شقد يسي وجد دي الله صدر الله ينفهم سيدي، الله ينفهم سيو ناش هذا الكما هنا شيخ فهم سيني منزلة دي نبي محمد وكل عائلة اكتسا هي شقد يسي منزلة دي لهي بلس فهم سيني إلى ما أنت مدحوينه هاد من مدحوينه هاد من جعلابه ما شقه هو سيسودي لي ما سما سروسينا يا شاكده شقه سروسينا سوسامها إلهي جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره محمد عليه الصلاة والسلام مو جعلابي مخلوق ولا مقدورتي لكن شقه دوسي شقه الله قبض شقه دعوة خير بالنبوسي دعوة بالسي شقه بيلاد بالسي يا وحل غيري ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين وقل إني أنا النذير المبين شقد الدين تأنك من قفع نائمك حتى كقرآن كبرنا يا مات الدين تكما فانو وكان حشرة مال بالدين يا ولقد اتيناك بالله يا محمد سوره الفاتحه كسنا هذه ما انت قران عظيم انا وكسنا ما انت منك مسلم كا كل شيء يا فاتحه هذا مسكوك هذا يا كون كشلم بو هذا يا كون كشلم وايو لبي تون هلو مو زي بينسا ما قرني ما تقيم القران في ولي هاي ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قرآن عظيم خفصيني هذا وشرف تكريم يعني النعمة وين بخفصيني ويا مال بخفصيني ماها دولة بخفصيني ماها وحوين قرآن عظيم خفصيني هذا كو لا تمدن عينيك وحن قال لنا سنين هالراعين بالغير عطو وحي قال له هايستان مال كوغا داروغا علم تودا ديار دوغا قوة دوغا ايقن وايقيك وحمد من مسلم بك ديانتا اذيك اول حين وانا كفسين ني ديف تي وين اذيك اقاتي قرآن ما كفسين ني وقلوا حتى لابا اني انيقو انا النذير المبين ديق عدبان هاي داعي بان هاي خير كان نيقو ايديا نارتا نيق ديق ايا رسول بان هاي مبشر بان هاي نذير نوان هاي شقد الدين تكفان بالغيري يا جميع الأنبياء عليهم السلام نبي كسول صدره شغل الدين توكفاني عيسى عليه السلام مركي النبي مريم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا مريم عليها السلام مركي ولتي مدى عيسى ومركي صورنا شيء هي بني إسرائيل أحيد هذا العقاش هي بني إسرائيل مريني وما يوحى لتي مدى مانتا ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية أبا نوح ماهين فإذانا فاسقت ماهين قبل في عام قتلتها هيدي المام بلا أبا كأنه كنتي فأشارت إليه يكي بيوت المامتي كتري إساق ويدية هل كان كان إساق نشيك الدوني والممر كان شيء وين عيسى عليه السلام إلهي ولا ليال قدرتنا أوليها سنة إلهي أوليها قدرت سنة ومعي وحول بلا سبب ويا له متى نسمع قدرة دوام حي بلا سبب أي لا يحول بسمين كرا المهاير سنة الإله وحاكم ده مرقوا لما جر جرا أيوه هذا الكه أيوه بلا باس وصامحين قدرة الإله وام حي المه إسلام مرك هذا الشيء الإله وكاه لين كرا ما كرم سما كرو يا وقدر ويا عيسى عليه السلام إسلام مرك يبغى سجاه لي فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد السبية قاسي الرب نسأل الواحد يقول هذا المريني ما نقول دال ليس المهن عانوا بهذا الشيء سين الله هذا الله
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. دقيستا الله نفهم سيو أمين هذا نبي عيسى عليه السلام هل الجور ريو دمحي هيد ريو البان هيد مرمية ريو البان نماس كسار عبدبا درجة نقول قالوا دب الله وصعدا دب نقول ريو البان ما كفانا أبيل من أخرى خسارة كنا عيا خسارة هات كوب يعدنا دب دم وكعمس والله إلا وكعمايو. قال وحير عيسى عليه السلام إني أنبو عبد الله بان إلهي أدوك سيباناي ريو البان مورا مولا لجيستا وحيد أنه إلهي أبوه كسي باله درجة دانة درجة كسر رسول بنار وشاك الكرام هي مجرته آتاني الكتاب وحيد كتاب الله يسود بي وجعلني النبي نبي نوال الله يسود بيانيك رسول بانه إلهي بي سود ري وجعلني ولي بي أبهي وحيد يلي مبارك بيلاي يلي مبارك أبي قتادة وحقفة سري وجعلني داعي الخير وحي بهاي ذي اللي يمر داعي الخير كنت الخير كل غيره أينما كنت ألقى دون مهجوجي وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي صدعنا والله يقدر داري صدعنا وفرايد ويان وعبادة ويان انت ورد ودعوة صدعنا ورد ومعلومة دمنا صلاة الزكاة يبر الوالدين الله نفهمسي إلهي مخلوقات كوة وجعل هذا دين دي شغيني شقد أصدع هينا إلى هاي أمة بنوسيني دين قصة مسلمة شقدي شقد أمة قرنا يعني مركل هذا إلى هاي درت يوبه وقال ما لقى الدين تجلي ووقت لقى الدين تجلي سوق الله والإسلام مع الكين تقابل كليه أو إسلام قال كجر أمانت هو مي سباب المسلم فسوق وقتاله كفر بالنبي قول صلى الله عليه وسلم مسلم كعين صلى الله عليه وسلم وحال لغم متفاسق منه دين كان يقول مثل فانا قال لي ما لو قال قال لي ما لو قال ابو عبد الكفر اين الاسلام اسلام هو تقول بس مش فاهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين باي لهيري ان سقف بين كل المؤمنين بان هاي لا يهنا لكن المؤمنين ما كواس بين بي شيء يعني ان بي غلط ام جلين لا اعلان قبل اليمن سر الهي سر قليل فوج علينا الهي وجعلنا المعلوم سيد القليل كانوا إلينا يعني إلهي هو إلينا يعني هذا ليس إسرائيل وحين كماها لقى مسلمك قليل ملا شيخه مسلمك عالمك كمسلم يعني لقى مسلمك قليل ملا قليل لك مسعوده يا أمدي اللي لقى عليه الصلاة والسلام مركا مسيح دينا ردها كنا دعية من كسا وحاتها مركا والرئيس مسلم باتها كون مسلم كدي وحاتها أمدي اللي لقى عليه الصلاة والسلام لبا تسدحابها معي نائب رسول الله باتها هل كي نبي محمد باتها قلتها شقائي نبي محمد لقربها ذيك لقربها نواب باتها نواب نائب رسول الله باتها هذا الإمام قعدوه هم ساموه صلاة دي ملجو جنيا هي ملجو جنيا مين ما قلعي نائب قسيمة قلعي مين كان مسلك هو نائب النبي عليه الصلاة والسلام ما الدليل على ذلك وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني كل ما لقيني ومبارا طريقا وطريقا بقي ساعد أغراكا بس وحبكم أدرينه سبعي تاشفقنا قل ومبارا كل هذه سبيل طريقا وكن جد كيك وكن وكي جد كاس مصلاة مي صلاة معها مصونك صونك معها مزكرة زكرة معها ومحجد كاس إلى هاي ودي كافسري ما حتى من عالم المفسرين جد كإلى جد كالنبي إلى هاي ما شرح إلى هاي ما فسري والشيء إلى هاي فسري كور من توقي من ليه الله إنا فهم سيلا كيف قرانك قم كل ما اللي يوري ما بعدا هذه سبيلي جد كي واكن وكي أدعو إلى الله ويا جد كي دعوة ويا بدك حق إلى الله ويا رواك بريغ إيجانك على بصيرة على يقين وبرهان وعلم أنه طريقة أقوم له كوكرسون دويل عمان هست كوكرسون إن دعوت ده سبب تيدي دي في عالم ورفو جالس كوكرسون بلا أسباب بلا العدي بلا دولد بلا قوات حدا الشغل ده أقعد دي تكشقي على نهج الرسول إن دي في عالم كون جالس طريقة مكل جبال شاهد ده جيت يا مكلي جيبالك
الصلاه والسلام مي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وكوي اتبعني سببا كل طريقه وحا صمر الخير ومد ابو يديا اي امن بي بمتصور وجلالين اللي عيد اني الرميسي رج دمر يرير واوين كوحي غانا كانوا غن شغلة ولا قربا ان مال كيسا نفتي سا وقت كيسا ان الدين تقلية ولا قربا كوحي علمي علمي يري غانا ان علمي مد قاسية ولا قربا كعلمي بني غانا علمي مد قاسية ولا قيابا لا قربا نفي هل آية دي غانا آية دي مد قاسية ولا قربا شرد ما عينا علمي ولا دميسو لا وشرد وحا أبلغ عني ولو آيات بان نساف دعوت وكاس ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين أتى دعوت هذا أصول الدعوة جن جماعات جن أي النبي المخلوق وأنا سوى آخر الله يبارك طائف بس والله مين بارك هذا الجن يصلح لهم قالوا أنصتوا بلدقي سنك نفوليه فلما قضي نجد مركو قراءة دي جوجين بمئينا ولوا إلى قوم من المنذرين دعوة دي الإسلام كيف يقول هذا الله هنا فهم سيئ لكن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله شيخ دعوة وتص دور آية رب البرتين إسلام الجيل القوم فوقي بخير وقتي جرسيا الله إنا فهم سيئا لكن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها وما تنك نهيستها يا مركا وحال الدون يا إلهي فلي شقرا سمات إلى دون قسم لي مل أين شقرا ما تدين قسم المجرد هذا فلي إلهي ويان يعني. تجار علماء فقراء عامية عوام بمان وما في ولا بقاقة عالمك تبقى يقول بقاقة ورد دي والله فولية فولة ورمركب كي والله فولية فولة ما فولة دي بديار موتي إن شاء الله هذا هذا المها ها شيخ الله مالين وحويري مكينة تبليغة وعد يقولوا معاي هي أربوك هاي خالقها ونقرر جمودي هذا بوك يا خالقي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله تشكيل كوكس عيسى عليه السلام مركو برامي إلى الدين في النقصان يسو وكفر جي زيادة وباطل جي زيادة بكي راعي انتو صوت جمعيه بكيري واركم اي كلمينيا من أنصاري يا إلى الدين جي سكشة غينيا قال الحواريون نحن الله الله إنه فهم سيئ هذا تشكيل فوق كوين إلا سقرأ دين دولا الله حبان قاتو أول الدقاق أول اللغاية ورمي كتو الله دين دمسو كنو تعلو بل شاكي دكونو تعلو كما أدايا إن دين تدمر الله فولا أو الله فولا الله اللغاية مكتو الله مسو كنو تعلو يا صحابة محمد دين دم حيكو في دي فرن مياه مكية مدينة فرسان مياه لا 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 عالم كلكم مرة نشر الدين في العالم كله خروج يا اصحاب المحيا محدود مهين مطلق مفتوح بها افر بلادي افر تكي وضعف جنا وضعف جنا اصحاب المركه يفهمين مسؤوليه بدون تحديد الوقت في دقائق العالم كجديد كارسيا عقبه بن النافع المدينه انت كتجي وتجي افريقيا مركو سومر المحيط الاطلس مركو جوغا اي فرسي سيبد سعودي واقع دوك امريكا لما يقولوا مركاسو حق وجه يا امريكا فرسكيس مركاسو يا ربي لو علمت وراء هذا البحر اناس لبلغت لا اله الا الله يا ربي بكيري هبا نوقع الضد عيني دتكش شيئا لا اله الا الله وقاتل لها الان ارجع الى المدينه رب العزه وامك المدينه كلها ميا سلام فهم الله ميا ومحي ملعبتي لا قد ما تيرا وقت كيرا قد ما تيرا مي لان الارض انتهت تركي بعد ما تيرا خلاص الله إنه فهم سيئ رجل مرة الله إنه سيئ هذا الرجل مرة إنك هو الله إنه لكن ما لعنه إنك رجل مرة إنك بدو عدر رسال ريه تركي بالله عاي الدمخن إلا إنك أدل عاي الدمخن ما يوف جيس إني مرة يفعل كي إنك جرى لكن ما لعنه استعمال الله إنك بس
بس هسوي علينا هالكل هنبقي ديار موتين كل ما ودي رافر بلاي ومخدر وجيب كيجي وحقي لا يجي هاي استاذ هذا القعمي ما دون انه لا هو ودعنا ولا هو كما ترى شيخ استاذ تمام قرقده به شكله ان شاء الله هاي ويا جماعه هذا الراعي يافر بلود ما شاء الله هاي فريق سيد الناس الله لا وافجيو كل اي افكار بدل ما نقول كل جرو لكن فكرتها سودان هذا بحرام بالعمل وحكى فهمي شيخ باب بري وحنا نقول حكى رب احنا شيخ تضبع عروان هيا وجان كل شخير روان هسا لبا افر تختين وانت بلا محل يقرب اوي ما افر وقتين بس عشو وقت صبح وخرشاك مجرى ملتر بقول مجرى وخرشاك شيخ محل يسكرين اديك حالك حال جسيبا عين قاس كاي بالكرمة كان مرد اللي وقف بعوية قاس نيجا ومد اللي مد قال لي ايه صلاة دانة تكتبه إذا مات هناك اللي وقف عم لكن حقيقة عبد الله يقول بعن تاس من الأورن كرا واجب كي ودم مي قعد واقعي كميرة جركي صلاة دينتي ودم ما صلاة واقعي كميرة دينتي علم الدين في ودن ما علم الواقعي كمية الدين في دعوة الدين في ودن ما دعوة الواقعي كمية الدين في ما هو الدين دين في ومحي إلهي أوامرتي سؤالنا واللقاتكم أفر يا الله تنك على الساعة الله الله رسوله بيقول الله عليه الصلاة والسلام هذا يسمى الدين هذا يسمى الدين نتعلم هذه الحياة نرى الشياسة الربانة صبر الله أمام تقول قد إلهي وحول بس ربه يالي غاربا كورنا يا إلهي ووحد يا شيخه midba maanta lagu wili jowladii markaan baxnay nagayni dadkeena wax ma qaadanayaan hortiina waa lagu daalay hays daalaynina waqtigaas kaga ciyaarina masaajid iska fadhiisa halka uu ka bixiyo waxa kastiba sabab baa ilaahay u yaalay sabab hanuunkuna waa lagu weyn al-hidaaya baa la dhigay waa laba shay hidaayatu hidaayatu tawfiq iyo hidaayatu dalala labadaba ilaahay quraanka isugu sheegay توفيق بين الله بحيا إنك لا تهدي من أحببت تاسوى توفيق دويا ولكن الله يهدي من يشاء تاسوى توفيق بين الله بحيا تدلالة نوام حي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم تعال نبي الله صار يا أتباع ديس مرقا دعوة دمركا كفر سلمانتا بقيسا دعوة دياري أدونك أي كسعوتي دفع الملحدين تي المجرمين تا دبر كوغا وحاكا سوبحي اولاد الموحدين ومسلمين قولي يا ابا جهل اكرمة سوبحي رضي الله عنه قولي وليد بن المغيرة لعنة الله عليه خالد بك سوبحي رضي الله عنه بالليس قولي يا ابا لهب لعنة الله عليه ذرة من تابي لهب رضي الله عنها بك سوبحي دعوة دمرك الدين فقصر عطي يا مسلمين دو دين فقود خاقيين قرية مجرمين تي منافقين تي ملحدين تا موحدين إله يا نبي يتغنك سبحانه سوك سبحانه نس دعوة دمرك ما دان كفر السنين ها قرية مسلمين تي موحدين تا ملحدين إله يا نبي عايسا كسبحانه سا فرمتا بسماء ده يا هل ده المحاس بدلي صلاة دواي زيادة مصلين دو الزمن جي النبي جي الزمن كما انت متكيب بدلي من تربع زمن كن حجاج دو الزمن جي النبي جي الزمن كما متكيب بدلي من تربع صائمين دو الزمن جي النبي جي الزمن كما متكيب بدلي من علماء دو الزمن جي النبي جي الزمن كما متكيب بدلي من محاس بحام مغلوا يا بلدريمة فكرة وشي ما كم مغل ماشا وحا كم مغل عمل سبب تيسى كفر دقي سيدة يدي أنا حرصت ألا وهو عمل النبي صلى الله عليه وسلم يا دعودة 40 سنة للنبي ونبيها إلهي ابن كوع عبد غار حراء من لدي النبي إبراهيم عليه السلام عبادة جيساسي قري جيسي هداية بكم بس ودقي خديجة من إسلامين علي والله قري الله ولا ما إسلامين أبو بكر الصديق وصحيب كامون إسلامين بل نبي والله ماني ولا بل صادق الامين بل لها
لكن مركي دعوت وبلعبين لقيت قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك مركي دعوت للفريق طلاب الدين كلها أقاضي ودك هلكوا يموت دين يا قومي إلهي أمر جيس قاتل ويصور رعوة اللبان سنة هلكي أمانت عيل الله بدلي بقيسة هلكي هم الله تنا هداية بلا إله بلا بي وربك الزمادة هلكي هم الله تبحاد الأمي إلي خديجة صلى الله عليه وسلم علي صلى الله عليه وسلم أبو بكر صلى الله عليه وسلم عثماني طلحة صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن سعد لبا لبا أفر أفر شيشن ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج إلا لن يقعد أنكس قد دقنو دقنو دولة دولة الله صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام بغيستا ولد يتيما نبي قوحا وكبر باري أقول نمو عاش مسكينا مسكين من وكبر باري وضعف فقيرا يسقوا فقيرة وشين الله عقا هي سنة رسالة اللو ديبو لغير الدين تعالى فرنا قرسي تفي غاربا كورني موتا دين تبقالي وبهانتا والدين تهدي بقاله وبهانتا يتيم محمد عليه السلام وأغونا رسول الله يوم الدقينة كسرية خيصة برسول الله قدي لها ماذا نسمع فقير يتيم مسكين إلها يكاسو دي برسالة ديسي وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة رحمة ومعي أعماشي صار رحمة دليعاتي صار رحمة بقن بقن كي سيد بقن كي سيد رحمة بصود ويسا طريقة صوفية منك دين تنشقذي إذا أكع على نهج الرسول عليه الصلاة والسلام سببت إنسائي لها يمد كسر هذين مركة الله ريالي شقنا ما تدعودا مدير با إلى عدد وافجي بدأ دينك وفقير سنة وعرب أن هي معجمة سببت ودي ما أنت إلى عالم قرم كفري وحال مغلي كفت غالب وغلي اللحنة كي ملك فيصل أيها الدنباء لدري من أحوينها فرسيسك والعكيري واحد ما فصحبان إنا الكردسنو ما قال ماذا حدا دلت فرسيس كان مسجد جامعة الرجل البرلمان قال الله قد بي ما لحدي دلت أنا ويت الشباب وعايزيكو نسو اتفاقين إلى ذين أنا كان الجبع أنا نقسي مكة كان يسد كردسنو لا حول ولا قوة إلا مسجد دي دي يكون ويت دي دين ببركة هذا الدعوة دعوة بالسلوات إلى صدح كل يسدد بقول او مسكين بقدر سلمان تفرس وديس والصومالي تام قدر سلمان يجبوز يسبوه لكي صدح كل يسدد بقول او مسجد برد ويت الجماعات نصومر اللي بيسا ياشا كنين كجروا روح لغيري صدح بقول او وحا اللي تسين مسجد وكن فقال بقول يسددتك دمان تدو دا حاجر كنسدو هذا المركز التبليغ اللي كوي على مجال ميحرا بلك فرنسيسكا بمعنى كان سدوكا عن جاي بمعنى مخمار هذا لما هو مسي بالرحمة أفضل لو أعطيك ساعة شغالة دين تكسر عطمات أدوك جمع دواك ردر يا شيخ وحول بين الصوب ويا الصوب جيتك تمرتا هدي أنا نرانه ورزمك النبي جاي الزمن فرق وين ما ربح يا وار بكوس بدلي إجاني تمرتا عيد يا جواسي ما حيصير سيبر كان قدم بحر وقدم بحيسا وشيدة قدم بحميسو وحال يربع سنة الله في الأرض ولن تجد لسنة الله تبديلا والسنة الله لما بدلو جيت كاسي أما أسر هل قارو أما هل سبب بدلو أما قال العلماء فرنا سو صارعنا لو تبديلك كواس مركان سو بحيسا يدو متى مسماده سيدا جيت كان ندام في سوق بحي انا لو بدل كل الزمان والبا يا وقت كستي ايا شقد الدين جاي عالم بكف دي سنه لو بدل كرين نهج الانبياء بلد عليهم السلام وما ارسلنا من قبلك من رسول الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق وكاد عودا نهج جيد
جميع المرسلين نبي انتو فريسة لو يمد مجرتو نبي والبا مالك نساء نبتك دينتو قليي دتك هلكو قلتك هلكو فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس